اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوا ہے اور جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے ختم کرنے والے اور سننے والے سب کی پیشانی کو جا کر چوم لو. آج حضرت جبرائیل اللہ کی قسم ہمارے نبی کا فرمان آئے ہماری پیشانی کو چوما اور اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو کہتے ہیں میرے بندے نے قرآن پاک ختم کیا ہے. قرآن پاک کے ختم میں یہ سارے جمع ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم آمین کہتے جانا میں میرے بندے کی دعا کو آسمان پر اٹھاتا جاؤں گا. اس لیے میرے پیاروں اب ہمیں دعا کرنا ہے, بہت دل لگا کر دعا کرنا ہے. ایسی پیاری رات, ایسا پیارا قرآن, ایسا پیارا ختم اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا. ہم خوب جم کے دعا کریں, آج یہ نیت سے دعا کریں کہ ہم جب تک ہاتھ نہ رکھیں جب تک اللہ ہماری مغفرت نہ کر دے. اس لیے میرے پیاروں بہت پیار محبت کے سامنے دعا کریں, عاجزی کریں, انکساری کریں, توازو کریں اور ہر دعا پر ہم آمین کہیں, ہماری آمین اور فرشتوں کی آمین جوڑ کھا جائے گی, اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا. تو میرے پیاروں سب توجہ کے ساتھ بہت ہی پیار محبت کے ساتھ ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صل مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائدين يا المفرج عن المكروبين يا المرفق عن المهمومين يا مجيب دعاء المضطرين يا كاشف المكروب يا كاشف المكروب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا عالم الغيب والشهادة. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الفاجرين إني كنت من المجرمين إني كنت من الآثمين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء